اليوم معنا في حلقة جديدة من برنامج تراثنا من محطة ليبية أخرى من تراث ليبي عريق آخر. معنا تراث أو أكلة ليبية متعارف عليها وقديمة وتراثية متعودين عليها في رمضان وحتى في الأيامات العادية والمناسبات الاجتماعية. معنا خلينا نشوفوا خبز التنور كيف يتم خبزه وتجهيزه. الاسم سليمان فرج حمد. خبز التنور دي كهواية حرفة قديمة متعلمها كهواية فهمت؟ فترات معينك قريب لها تو خاش إلا 5 سنين 4 سنين. خبز تنور كبداية أول شيء طبعا دقيق، ناخذ دقيق كيس أو كيلوات، نغرب الدقيق ونجيبها بصينية، نجيب مكونات اللي هو المية الساخنة، مكونات خميرة، الملح والسكر. طبعا في محسنات الخبز تنور ككركم، كمون حلو، كمحسن الخبزة. نجيب المية الساخنة ونخمر بيها تخمير عادي تمام. خلاص بعد نخمرها تخمر نسبة العجين تقعد نظام ربع ساعة نص ساعة على حسب الوقت، نخمرها شوية خلينا نجيب نسبتها تقعد ربع نص ساعة بالكثير، نص ساعة بعد نجي ناخذ ولع التنور هو نجيب لوك كما تشوفه، ولع التنور نحميه يدحمه شوية، بعد نقرص عجين أقراص بصفر أنا ونخبزها ونرمي عادي. تقعد التنور تكرس في التنور تقعد 5 دقائق بالكثير، 5 دقائق في التنور ونقلعها وطيب. هذه خبز التنور. العرب الأول أو التراث الأولي طبعا كانوا بتية تنور، وبعدين جابوا الطفلة بتية كان في الوطاء مغروس غرس، ما كانش فوق، كان مغروس في الوطاء لوط، وبعدين جابوا الطفلة، وبعدين جعب قاعد كما تشوف قدامك الجعب فيه صغار وفيه كبار. طبعا هذه جعبت فيه 9 فراد كبار بتاع النار الصناعي، جعب كبار. تراثنا الأول كان يستعملوا الحطب اللي هو العجرم، توا العجرم واللوح بس ناتا اغلبيته ونخبز طبعا باللوح. يبقى عندي مقتلية نجيب حطب لكن تو نخبز باللوح. استعملوا كان قديما في الحطب العجرم والقرمي، هذا الحطب يستعملوا فيه. خبز تنور طبعا معلومه نوصل لك، خبز تنور تعلمت هوايه من الوالد ربي يحفظه طول العمر ان شاء الله يعطيه الصحه والعافيه. علمتني خبز تنور، تعلمت منه كهوايه وكحرفه لينا في نفس الوقت، واحد يلقيها لك قدام. وخبز تنور مش عيب، في اللي يقول لك لا تخبز تنور عيب، لا نديرها فخر نخبز تنور ونعاون فيه اهلي واموري طيبه، وان شاء الله لقدام تكون حرفه. وعندي اهداء خاص للوالده ان شاء الله ربي يطول في عمرك، كل سنه وانت طيبه ويحفظك لنا تاج لنا ولاهلنا كلنا ان شاء الله. خبز تنور ندير فيها هوايه، احيانا مزارع طبعا تكسيد الشباب، عشاء، مناسبه، عياد، رمضان، هذه خبز تنور. طبعا الفترة الحالية ما عنديش منها مردود مادي، كلها لله تعالى، كلها صدقة، موزعة فيها خبزة صدقة لله تعالى. حاليا لا، بدون مردود مادي. في فرق أخرى بالنسبة للفرق بين خبز التنور وخبز الجمر، هي يقول دفينة، يقول فيها الشباب اللي هي طريقة الخمر بس. فرق طبعا في الدفينة مية وملح بس، لكن التنور سكر وخميرة ومية وملح. هذه فرق بين خبز التنور والدفينة. خبز التنور هو واحد من الأكلات الشعبية الثراثية الليبية اللي عاصرناها من زمان لتوا، من رمضان والأعياد والمناسبات الاجتماعية اللي كانت معانا فيهم كلهم. اليوم تعرفنا كيف يتم خبز خبز التنور وكيف يتم عجنها وسقيها بالماء وحتى حطاتها في الكاميرا. رسالة حلقتنا لليوم إن حتى لو كانت التراث من الأكلات الشعبية لا يمكن نسيانها بسهولة. نلتقي في حلقة جديدة.